السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في الجزء الرابع من والاخير من المقابلة. نعم. مع العم ابو طلب في جبل النزهة في عمان، في مدينة عمان. عمي، بعد ما وصلت بيت نتيف، طولت في بيت نتيف؟ قعدنا في بيت نتيف لأربعة عشر عشرة، يعني شهرين ثلاثة قعدتوا؟ وصلنا سبعة ثمانية تسعة، يعني أول شهرين أو ثلاثة. وين سكنتوا في بيت نتيف؟ في بيت نتيف عند إخواننا. عند إخوانكم. يعني كيف كان شعور الناس لما سكنت؟ يعني في أنتوا كنتوا فلاحين والناس بتحب تسكن في دورة، تقعد في دورة. خصوصيتها. نعم. لما طلعتوا يعني وسكنتوا مع عائلات ثانية، كيف كان وضعكم النفسي؟ كيف وضعكم؟ زي الزفت. نعم. كيف الإنسان لما يكون مرمي عند الناس ولو أقرب الناس له؟ نعم. شاف كان يشعر نفسه إنه متألم. نعم. وإنه تافه. نعم. وإنه طفيلي. أيوة. نعم. لأنه لا في بيت ولا في مية ولا في كذا ولا في بعض. خجلا يعطوك غرفة. نعم. تتأوى فيها أنت مرتب. لأنه الناس كمان وضعهم كان سيء. وضعهم كان سيء الناس. نعم. أنت يعني كان. نعم. وهذه بيت نتيف اجتمع فيها ناس كثير. نعم. بيت محسير شاف الزين عزيز وبيت ومن بيت جبريم ومن من هذه كمان من البريج. نعم. واجتمعت فيها ناس كثير. كنتوا تناموا في غرفة واحدة؟ غرفة كلها. كيف كنتوا تاكلوا؟ كيف كنتوا مدبرين حالكم في الأكل والشرب؟ والله بقينا نعيشون بشوية مصاريف على مع الواحد. نعم. يشتروا شوية طحين شوية كذا. نعم. يعجن ويخبز ويأكل. سكنتوا في البيت هذا مع عائلات ثانية؟ لا، احنا انا واخوتي مع بعض في البيت، يعني بيت. نعم. فكم من غرفة قعدتوا؟ غرفة واحدة. انت واخوانك واولادكم؟ في غرف هي غرفة واحدة. يعني انت واخوانك ونسوانك واولادكم؟ مع بعض الناس كلكم مع بعض. شرب. يعني كان وضع لا يحسب عليه. مزري جدا. نعم. عملنا خص برا مع قش وما قش ومش عارف شو. يعني خص يا عمي؟ يعني زي معرش بسيط. معرش. نعم. نطلع نزل من الوقت يجوا الناس عندنا يسخروا كذا لاخر اخواننا من هنا. نعم. نسوان لحالي من البيت وعنا نقول فعلا. نعم. كان خص برا. طيب عمي، قعدتوا في بيت نتيف ثلاث اربعة اشهر تقريبا. بعد هيك وين رحتوا؟ شو صار معكم؟ اجوا احتلوا بيت جبرين. بيت جبرين. نعم. واحتلوا بيت الجمال. نعم. شابس والجيش المصري شرد. نعم. اللي كان موجود في البلد. نعم. كانت بعيدة بيت جبرين وبيت الجمال عن بيت نتيف؟ ابو 10 15 كيلو. نعم. شابس النايل والناس ساعتها لو قبت اهل البلد صاروا يشردوا. طبعا احنا لاجئين، احنا نضرب البلد لحالنا. لا. لا، سحبنا هنا كنا شردين. وين رحتوا؟ في اي اتجاه؟ رحنا باتجاه والله ما احنا عارفين وين نروح. نعم. لانه فيش نتيجه خلص. نعم. في قدامنا مين؟ قدامنا بيتوله ونوبه ومش عارف وصريف ومصريف. نعم. كذا الاخرين. انتوا وين رحتوا؟ يكفيك شرنا، احنا طلعنا على اساس نروح على صريف. نعم، صريف بعيده كانت عنكم؟ يمكن 7 كيلو، وجبال. جبال. فيش طرق. طيب ولا في كذا. اشرح لنا كيف يعني كيف طلعتوا وكيف صار معكم في الطريق؟ يا شو ايش بجنن؟ نعم. يعني أم طلب الله يرحمها هذه تعيش، أخذت فرشتين والحفين حطتهن في السرير لفتهن وركبت وحطتهن على هذا وطلعتهن على جبل عالي يمكن فيه 10-15 كيلو متر. نعم. ويطلع عليه، قلت والله قلت موت يا قوتي. نعم. شابس النهيد نمنا في خرب اسمها أم الروس، بعيدة كانت عن بيت نتيف أبوخ 4 كيلو 5 كيلو وجبال. وصلتوها في الليل؟ طرق عصيب وصلنا في الليل. نعم. ونمنا هناك في أم الروس. مين كان معكم الأولاد؟ بقيت انا وجابك صغار، انا بقيت معي ولد، بقي معي ولد وبنت وقتها. نعم. واخوتك واخوتي معهم كل واحد ولد وكل واحد هذا. نعم. شابس النايل وسامي يعني جينا طالعين نمنا في ام الروس هناك ولا الناس كلها دابقه طالعه. نعم. بدون اتجاه. نعم. وين يا جماعه وين نروح وين يجي وين كذا؟ قالوا على بتوله اطلعوا، اللي احنا لا عمرنا بتوله ونعرف كيف بتوله. نعم. بعيده كانت بتوله عن ام الروس؟ ابو 7 كيلو 10 كيلو. طريق برضه جبليه وعر؟ جبليه وعر كلها وكذا والى اخره. طولتوا في بالروس ولا يوم واحد بس؟ لا، ليل نمنا فيها. نعم. وسامح لانه شردوا اهلها ثانيين. نعم. سامح لانه جينا طالعين مشينا لما وصلنا نوبه. نعم. وصلنا نوبه هناك فيش هلكنا. نعم. قلت لم طلب خليك هنا انا اروح اشوف نوبه هناك، وصلنا مع الفجر يعني. بعيده نوبه كانت عنكم؟ في 10 كيلو. 10 كيلو. نعم. ونايم حطيتها هنا. كيف دبرتوا حالكم على الطريق بالاكل والشرب؟ في فيش اكل وفي اكل يا زلمه ما في اكل. ولا في مي ولا في شيء ولا في بعض. يعني عطش وجوع ومرض. اللي معه كذا يعطيها دم يعطيها في اكل ولا في حياه. نعم. وتعب فيش. نعم. حدا راكب ولا حدا كلها على رجليها. نعم. صغير على رجله، الولد على رجله، البنت على رجلها، والمراه على رجلها. نعم.
قلت لك اللي كانت النافعة على نوبة بعيدة صارت عنا أو 2 كيلومتر. نعم. في الجبل عالي. نعم. الأيام تسهل خلي أنا قلت خلي كانت أنا راح أجيب حمارة بعد كده جيت حمارة. نعم. ونجي نحمل كانوا ونحمل الأولاد ونجي طالعين. نعم. والله دشيتها في الخلي لحالها. أجي عليها واحد من المسمية بالصدفة الله يسهل عليه. تيس. شاف سيدنا عيسى مين أنت وما مين أنت قالت أنا من التين ومرت مين قالت مرتبة طلب أهل وسهل سلامات. شاف الأولاد عريانين معها خلقت حرام أعطاها إلهم قال أنا مع الأولاد عليها أنا. شاف سيدنا عيسى عايشي هذا انا قريب عليك هاي مرتي انا قريب عليك اي شيء بصير عليك بس يسرق علي. رجعت عاد حكت القصه جبت الاحمر حملناها على الحمار حملناها على الرياض حملناها جوري على نوبه نمنا في نوبه ليلتين ما عجبتناش نوبه لا فيها مي ولا فيها اكل ولا فيها شرب. نعم. كان فيها سكانها كانوا موجودين ولا طالعين؟ موجودين الساعه. طب ليش ما فيش لا اكل ولا مي ولا شرب؟ ها؟ ليش؟ بلد فقير ما فيش. بلد فقيرة. فقير. نعم. بسموها بلد عظم مش فيها شيء. نعم. ها. نعم. ومن هناك قال وين قال والله بتولى كويس وبتولى كذا وشاوي بعيدة بتولى عنكو كانت عن بيت نوبة يعني انت بتقول 5 كيلو. 5 كيلو بس كلها الوديان وجبال وديان وجبال وديان يعني اشي متعب متعب ووضع نفسي سيء حالي زي زفت. نعم. روحنا على بتولى بتولى مليان الاجين برضو. نعم. دور على غرفة ما غرفة كذا لاخر يجي لقيت واحد مركوز من اخوان مرتي. نعم. اهلا انت هاي جاي قلت والله جيت عينها. نعم. قال تعالي انا معي عقد اخذته تعال تقعد انا وين رايح انت؟ قال ما يعقد ما يعقد تعالوا اقعد انتوا هم طلب عند الدول اخذنا الزلمه من هالشارع وحطنا عنده. نعم. نعم. قعدنا 7 ايام بالضبط. كيف دبرتوا حالكم في الاكل والشرب وال... نشتري طحين و... يعني كان في معكم شويه مصاري شويه مصاري نعم واللي معاه ذهبات تصرف الباعن وكذا وكذا. نعم. نعم. نعم والله سيدنا عزيز شفنا البلد ما فيش فيها حياه. نعم. المي اللي فيها كانوا يبيعوا التنكه بشلن في التنكه. نعم. أمي أبر مش عندهم أبر توازية. نعم. كله تجمع شتاء. تجمع شتاء. مناطق جبلية. مناطق جبلية. يعتمدوا على الشتاء بس ما في قليل. نعم. هذا كله مشى على الأقدام، ما كانش في معكم دواب، ما كانش في معكم شيء. دواب فقدنا كل شيء. كل شيء على رجليكم. كل دواب يتأكل. نعم. نعم صحيح. والله قالوا وين وين؟ قالوا على سير. جبنا نعم. حملنا الطرق حطينا ذرتين ثلاثة كل عيلة وعلى سير، ليه سعير أضرط وأضرط. بعيدة كانت سعير؟ في 10 15 كيلو. نعم من بتول على سعير. نعم. دبونا هناك اللي لحن على مقبرة يعني أجل دبتنا في مقبرة. نعم. في المقبرة اللي قمنا لحن على قبر اليمين. نعم. دور في مق... على الغرفة ننام فيها كذا لقينا ما فيش لقينا مغارة تحت الأرض. نعم. أعطونا إياها 60 قرش 4 5 عائلة دخلنا فيها. نعم. قمت الصبح شو جسمي الدلم ما الدلم هذا اللي فيها. نعم دود و... دود ودلم وكذا وقارص وشجارص وكذا. نعم. نعم. وعجبتناش قعدنا فيها اسبوع. قالوا عوين على ريحه. نعم. الناس كلها بتروح على ريحه في مخيمات وما مخيمات وكذا لغري. نعم. وسحبنا حنا وهاي الكيس استاجرنا سياره 7 8 عائلات وخمس سترات وعلى ريحه. نعم. ودبينا هناك في ريحه هناك. منصفوا في خيام لكن ممنوع حد يخش الساعه مش موزعين. نعم. قعدنا على طرف واد سدر وما سدر وشوك وكذا ولغري. نعم. شاف سيدنا الله ينعم عليه. طولتوا؟ قعدنا ابو 5 6 ايام بهالحاله هاي بهالحاله هذه. طيب منين كنتوا تجيبوا اكل وشرب؟ طحينات نشتري بعد صرفنا الذهبات وصرنا نشتري طحين بالرطب بالنص الرطب وميه من هال من هالسيول اللي من هالسيول الموجوده اه عيون طايحه. نعم اللي فصل شتاء كان نعم. والله صار الحمد لله ليل من الليالي قبل ما وزع المخيم اجى ليله مطر وهواء عواصف. نعم. والناس في هالليل تقوم في هالليل وهيلك عوين على المخيم. نعم. والشاطر اللي بده يسبق له على خيمه. نعم. تجمع في الخيمه تصدف تجمع في الخيمه 3 عائلات كل عائله من بلد مثلا. نعم. يقسموها بين بعض البعض انت نام هنا انت نام هنا انت نام هنا انت نام هنا. نعم. وحالي زي الزفت. نعم. طب اعطوك خيمه بعد هيك؟ بعدين وزعوا هذه صاروا يطلعوا العيله هذه يحطوا يعطوها خيمه ثانيه صاروا يكملوا في المخيم ويعطوا هذا. نعم. طيب ال كيف كانت الخدمات عمي في في المخيم؟ في المخيم شو في خدمات كان؟ كان في مدارس كان في بعدين صارت هيك مدارس هذه هذه الفترة مش فيها مدارس. طيب هاي خلينا نرجع للسؤال هذا لبعدين. في الفترة هاي فكرت ترجع على البلد أنت تشوف شو صار في البلد؟ لا ما فكرت. لا ما فكرتش. حدا منكم رجع على البلد؟ رجع ناس من البلد أيوه روحوا يجيبوا شو حكوا لك؟ شو سمعت منهم؟ شو بيحكوا؟ اليهود بمقوا منها وبطخوا الناس اللي بيشوفوها دمروها دمروا بيوتها اليهود؟ كلها دمرت كلها دمرت أبدا ولا بيت واقف. طب شو كانوا يرجعوا يسوادوا؟ شو كانوا يجيبوا؟ يسرقوا
يسر. اللي يجيب له عنزي، اللي يجيب له بقره من اليهود، اللي يجيب حب من الارض البلد اللي خزنوه. نعم. يطيعوا على ضيف الليل يحملوه ويشوف عليه. سمعت يعني قصص عن هالناس هاي؟ يعني مثلا حد استشهد، حدا انأسر، حدا انجرح، حدا انكتلوا، في ناس انكتلوا. تتذكر اسماء من اللي انكتلوا؟ واحد اسمه بدر الغراني. بدر الغراني. هذا كان رايح غاد و كان رايح غاد هناك وصدفت انه اجوا عليهم اليهود في البلد. نعم. وطبوا طاح في البلد، الدنيا حتمه. نعم. اللي انكتل انكتل، واللي شرد شرد. نعم. بس كانوا يروحوا يجيبوا مثلا غنم، يجيبوا حب. حب مشان اكل بجنوب. بس عشان هيك. يطيحوا على النار. شو سمعت، شو حكوا لك عن البلد؟ كانت كيف وضعها؟ كان موحش، كان شيء مخيف. شيء مخيف. نعم. طيب يعني ودمروا البلد كلياته، ما ظلش كلها ولا شيء. طب هذول مثلا اللي كانوا ينزلوا يستشهدوا، مين كان يدفنهم ولا كانوا ينتركوا هيك؟ مين بيجي؟ للوحوش. للوحوش. نعم. طب حدا حكى لك عن البيت، عن بيتكم انه كان مدمر ولا كان مثل ما هو ولا شو حكوا؟ في هذاك الوقت كان موجود. كان موجود. نعم. نزلوا بعدين بعد سنه سنتين. نعم. لقوا مدمر. لقوا مدمر. ما سكن فيها يهود البلد؟ لا، البلد ما سكن فيها. ما سكن فيها. لأن المستعمرة قريبة عندهم. نعم. وحولوا كل زراعية صاروا يزرعوا فيها. نعم. طبعاً أنتوا لما أجيتوا وأخذتوا الخيم، بعد هيك أعطوكوا خيمة لحالكم؟ بعد مدة طويلة. يعني قديش قعدتوا مع بعض؟ يعني كانت كل عائلتين تقعد في خيمة. نعم. بعدين صار يتوسع المخيم، يطلعوا العيلة هذا على العيلة هذا. كيف كنتوا تعيشوا عائلتين مع بعض في نفس الخيمة؟ خيمة صغيرة يعني كانت. شو بدك تسوي؟ تحط ساتر. ثلاثة أعمدة الخيمة. نعم. العمود الوسطى نحطه فيه قاطع مشان يتنام تعيال. يعني كم من متر كانت الخيمة؟ يعني 4×4 يعني. بس يعني. وكانوا يحطوا كيف كنتوا تساووا؟ يحطوا ستار العيلتين. نعم. بين بعضهم، أنت تأخذ الشقال وأنا أخذ الشقال. يعني ما كانش في خصوصية في الخيمة. فيش. ما في. بعدين صارت خصوصية. أي. بعد مدة. طيب. حمامات، مراحيض، كيف وين كنتوا تروحوا؟ كانوا يبحثوا حمامات. لكل منطقة يعني يحطوا فيها حمامات مشان الواحد يطلع نسوان ويطلع يكون هادي المي. كيف يعني كل منطقة يعني مش لكل خيمة لكل الناس؟ لا أعوذ بالله. كيف يعني؟ حمامات مشتركة. أها. يعني هذه المنطقة مثلا من هذا داركو. نعم. هذه يكون فيها مثلا ثلاثة أربع حمامات. يعني كل 100 متر 200 متر. يجمع الناس، تستنى بعض المرات نص ساعة، تستنى ساعة. إنه يطلع من المرحاض. تيجيك الدور. الناس واقفين على الدور. طب ماء يعني، طب وكيف ماء كانوا النسوان اللي مراحيض لحال وزلام لا لحال؟ لا لا مشتركة. مشترك. كانوا يستنوا بعض الناس. يستنوا بعض. طبعا من المية منين كانوا يجيبوا مية؟ في أقنية مية كانت هناك البيارات. يروح يملون النسوان. ما عملكوش خزانات للمية؟ لا 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 لا. بعد فترة قديش عم يسووكوا كل واحد خيمة لحاله؟ يمكن مرت 6 أشهر سنة. 6 أشهر سنة. يعني فترة طويلة. فترة طويلة. تتذكر مع مين كنتوا ساكنين في نفس الخيمة أنتم ومين؟ والله كان عائلة أجنبية ما بعرف من أي بلد. من عائلة ثانية. من بلد ثانية. طيب عمي، بعد ما أخذتوا الخيمة لحالكم، سووا في المخيم مدارس؟ نصبوا خيام للمدارس. أيوة. كانت خيامة كبيرة؟ يعني من هرميات الهنديات يسموهن. نعم. يحطوا فيها صف مثلا 40 طالب، 35 طالب، 50 طالب. مين كان يدرس فيها؟ من الشباب اللاجئين منا يعني هنا. نعم. يتبرعوا ويروحوا يدرسوا. برواتب ولا بدون رواتب؟ كان يعطوهم 20 30 كيلو طحين، 40 كيلو طحين. نعم. شوية سكر، شوية. نعم. طب كانوا الكتب كانت على وكالة الغوث كمان. نعم. الكتب. من وكالة الغوث كانت؟ الأول بدأ الصليب الأحمر. نعم. الصليب الأحمر استمر سنة. نعم. بعدين سلموها لوكالة الغوث. بعدين سموها لهم. صار في ترتيب أحسن. نعم. طيب العيادة الصحية كان في المخيم عمي؟ أنا عملوا عيادات صحية. شو اسم المخيم الصحيح اللي كنتوا ساكنين فيه؟ احنا سكننا في العوجة. العوجة. مخيم العوجة. نعم. وبعدين العوجة طولتوا فيه؟ لا، قعدنا سنة. بعدين رحلنا من العوجة، صار في هناك عقارب تطلع من الأرض والمي فاسدة مش كويسة. ايوه. كتبنا لهذا انه هذا المخيم غير صالح للبشر. نعم. حملونا شيء راح على الفارع وشيء راح على العروب، أنا من اللي رحت على العروب. على مخيم العروب. مخيم العروب جنب الكريل. نعم. اي نعم. وهناك وجدنا المدارس وتعيدنا هناك انا وكم من شاب وصلنا ندرس للاولاد. تعيدت مدرس. اي نعم. طيب مخيم الفرع كان خيم ولا خيم؟ كله خيام. كله خيام. كله خيام. طولتوا في مخيم الفرع؟ لا، احنا العروب عفوا. قعد ممكن ابو سنه او سنتين. في الخيام. في الخيامة. بعدين؟ وجد ثلج وثلج وكذا ودخل ودمر الخيام. نعم. شردت على الخليل أنا وأخذت الأولاد استأجرتهم بالخليل. نعم.
والمدينة ما رجعتش على المخيم؟ لا، ظليت ساكن في الخليل. ظليت ساكن. صار يعطونا مصاري. المخيم كان في عيادات صحية؟ كان في عيادة. كان في نعم، كان في مثلا دكتور مستمر دائم يعني مفتوح العيادة الصحية؟ مفتوح. طب إذا في واحد عنده مرض قوي وين كانوا يودوه بعد هيك؟ كان في يموت. يموت. ما كانش يودوه على مستشفيات ولا في خصوص الفيش. نعم. طيب عمي، بالنسبة للصرف الصحي كيف كانت المجاري؟ كيف كانت في المخيم؟ مجاري بقول لك، يبحثوا بيوت الخارج في جور وحطوا عليها بلاطة. نعم. وينصب عليها كم من تنكة زي سووا لها باب. طب لما الواحد كانوا يجلوا يشطفوا يجلوا، وين كانت تروح المخيم؟ على الأرض يكبوا. على الأرض يكبوا. يعني كان وضع وضع مقرف بدائي يعني. بدائي أضغط من البدائي. نعم. طب كان في شغل عمي وقتها؟ في شغل. في ما في شغل. طب الناس كيف بدها تعيش؟ كيف كانوا يصرفوا؟ فيش، كانوا يعيشوا على الطحينات الطحينات اللي تيجي من المكتب. في ناس في صيام الصيف تطلع على الحصيده. نعم. تطلع تحصدها تيجي على الاردن من الاردن. نعم. يجيبوا لهم شهر شهرين ويروحوا لهم 20 30 مسجد تضرب مسجد قمح. نعم. ويطحنون وياكلون. ويعيشوا عليها. ويعيشوا عليها، فيش غيره. طب بعد فتره صار في شغل. صار في شغل. شو كانوا يشتغلوا الناس؟ في الحصاد. في الحصاد. بس. بيجوا على ريحة بيارات ينكشوا ويشتغلوا. نعم. كلهم بشرين بعشر قروش. كيف كنتوا تتنقلوا بين من المخيم للمدينة للقرى الثانية؟ كان يعني في كان في شوارع، كان في مواصلات؟ كان في بساطة. كان في بساطة. نعم. طبعا في المخيم اللي أنتوا كنتوا فيه، بتتذكر من أي قرى كان في المخيم؟ من أي مدينة؟ يعني مخيم العبرو. نعم. مخيم العبرو كان في مثلا التينة. نعم. من الجزازة. نعم. من جيليا. نعم. من الخيمة، من البريج، مشكلة من المسمية، من علاج المنشية. نعم. بيت كانوا مدينة. الناس خلط بلط في المخيم ولا كان مثلا كل من كل بلد كانوا يسكنوا جنب بعض؟ خلط بلد ولا بسكنوا جنب بعض. ما كان في لا 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 لا. نعم. طيب حارات المخيم كانوا يعطوها أرقام ولا يعطوها أسماء ولا شو؟ ولا أسماء، كل هالحارة مثلا هذه حارتها التيني، هذه حارتها بيتنا التيني، دخل نعم. السكان يعني. نعم. باسم الناس يعني. لأنه في مخيمات كانوا مثلا يقولوا هذا حارة رقم واحد، حارة رقم اثنين. هذا في الآخر صار. كيف يعني هاي؟ في الآخر يعني بقع وما بقع هذه نظموها. نعم. يقولوا هذا رقم واحد، هذا رقم جيم، هذا رقم دال، هذا رقم. طيب عمي أنت بعد النكبة، بعد لما صار في مجال للزيارات، عمرك زرت التينة؟ عمرك رحت على المنطقة؟ ما عمرك رحت. حد زار المنطقة وخرفك عنها، حكى لك عنها؟ والله زار أخوتي أنا بس ما رحتش. شو حكوا لك عن البلد؟ كيف وضعها؟ مؤذي. نعم. وأخوي صار يبكي وقال لي أفرحش، فقلت أروح أنا. نعم. قال لي روحك بتموت. أنا طلعت 5 سنين وبعرفش بعرفش معزيتها. نعم. لما رحت على البيار أنا ولقيت اليهود مستلمينها وهم هذا وقالوا هذه بيارتكم ما بيارتكم. قلت أعطيني حبتين برتقال، قطعني حبة برتقال. نعم. وقال لي تألمت أنا. مين اللي قال له عنها إنه هاي بيارتكم؟ نعم. اليهودي حكى له؟ العربي اللي ناطر باللي هذا. يعني البيارة بعدها موجودة؟ موجودة. بيارات استثمروها اليهود، استثمروها. أيوة. طيب يعني لما حكوا له أنه يعني نفس الشجر، مغيرين الشجر، مغيرين لا لا هو شجر، محافظين على كل شيء. بس جايين الصبر فيه، كان نعم. صبر كثير ومش مخليين دور ومش مخليين شيء. لا لا لا، كل شيء مهدم. في مستعمرة غاد مبنية على أرض القرية يا عمي؟ لا، على أرضنا ما في. طب كيف منين بيجوا اليهود؟ يعني بيجوا مساكنين في منطقة بعيدة وبيجوا عليها ولا كيف؟ بيجوا من المستعمرة. بعدها موجودة هاي المستعمرة القديمة؟ موجود يا. نفس الاسم برضو بعدها موجودة؟ نفس الاسم. معك كرت وكالة غوث عمي اللاجئين انك انت لاجئ وانك طب عمي في لاتينا في هسه ديوان او جمعية؟ والله احنا بنسعى لنساوي ديوان. نعم. لسه ما يعني لسه ما سويتوا؟ لا لا ما سوينا. يعني لسه ما اتفقتوا على موضوع حاول نعمل جمعية ورفضت الحكومة. نعم. قالوا الجمعيات ممنوعة نعم. نعم. طيب عمي في سنة تسمع في القرار 194 طبعا قرار اللاجئين هذا القرار يا عمي بدعو لحق اللاجئ في العودة واسترداد ممتلكاته والتعويض عن المعاناة اللي لحقت في اللاجئ نتيجة النكبة مش هيك؟ شو موقفك يا عمي؟ شو الموقفك؟
إذا ما توفرت الفرصة لك إنك تعود وتأخذ ممتلكاتك وتسترجع أرضك. يعني قرار 194 في 100 مقدس عندي. نعم. وغيره ما بقبله. نعم. حتى التعويض ما بقبله. التعويض عن المعاناة. آه. التعويض من حقك. التعويض عن أرض. لا. لا طبعًا. عم قرار 194 شو بده؟ بده إنه أنت تعود لأرضك وتتعوض عن أول إشي. عن المعاناة اللي عانيتها 60 سنة وعن الاستثمار اللي استثمروا أرضك فيه. نعم. خلال 60 سنة. نعم. إذا هذا القرار اتطبق أنت شو شعورك تجاهه؟ إنه أنت موافق على هيك على القرار هذا يا عمي؟ أنا هذا القرار موافق، أرجع لوطني. نعم. وأخذ تعويض عن المعاناة اللي أنا عانيتها. نعم. وعن استثمار الأرض اللي نعم. استثمروها في خلال 60 سنة. بغض النظر عن السلطة اللي بتكون موجودة. أي سلطة؟ مثلا لو اليهود مثلا دولة إسرائيل وقالوا لك ارجع اتينا من ضمن دولة إسرائيل. أرجع. نعم برجع طبعا وبعد هيك بنناضل من خلال لازم نحقق حكمنا هو على وطننا نعم المهم انه احنا نسترجع ارضنا المهم نسترجع الارض نعم بعد ما نسال الارض بنلزق فيها نعم وبنبدا نكافح حتى ناخذ حقوقنا الصحيحه صحيح الوطنيه نعم الحكم الاستقلال والكذا والاخره الموضوع السياده والدوله طبعا والدولة. نعم ما في شيء ممكن يعوضك عن وطنك او عن ولا شيء في الدنيا شو بدهم ما في ابدا اذا اعطوك قطعه ارض في اي مكان في ولا مستصغر ما عندي نعم ما بتقبل في التعويض بدل العوده يا عمي بدل العوده ما بتقبل في التعويض ممكن ليش عارف ليش لانه في هناك في حق تاريخي نعم وبعدين في حق وطني نعم اذا انت بعت وطنك شو فيك ثمره نعم وبعدين تبيع وطنك بعت الجنة اللي الله بوعدك فيها نعم كيف تبيع؟ نعم ولا ملايين بقبلي ولا بوقع نعم ولا بوقع لأنه هذا ممكن يكون له تأثير سيء على أولادك على أحفادك على خلي من الأرض مالكش أرض خلص راح وطنك نعم انتهى نعم يعني بصير بدون هويتي نعم طيب عمي سؤال أخير بعد هالتشرد ومعاناة هالسنين كلها كيف نظرتك للأمة العربية وللعالم انه كيف التصرف يعني كيف انت بتحس مسؤولية المجتمع الدولي تجاهك المجتمع الدولي صفر نعم فيش اثر مجتمع دولي نعم ولا في نظام عربي انا فاقد الثقة من الوطن من الانظمة العربية لانها انظمة متآمرة ومشتركة ومساهمة في غربتنا وفي تحييدنا عن ارضنا نعم شاف سيدنا اثنين انه يعني فيش قيادات وطنية لحد الآن إنها ترفع شعار الوطن وتكافح من أجله، وهي الشعار قاعد بتذبح فلسطين. نعم. هاي كل يوم في 10 شهداء و12 شهيد. نعم. في كل يوم 10 بيوت 15 بيت. نعم. في كل يوم 20 30 معتقل. نعم. حدا رافع صوته ويقول يا ناس والكهارة الله بقول عنه. طيب أنتوا لما تسكتوا تسكتوا، الساكت على الحق طيفان أخرس. نعم. انتوا ساكتين عن شعبك وقاعد ينذبح وتتفرج عليه. نعم. يعني الان احنا وصلنا لنقطه في نقطه صفر من احقر ما يمكن. نعم. يعني انا فاقد حتى الشعوب العربيه انا مش راضي عنها. نعم. الشعب العربي كنا نقف مظاهرات نحقق اللي بدنا اياه. نحقق اللي بدنا اياه. احنا الان لا قادرين نعمل لا عاملين مظاهرات ولا انظمه عربيه تدافع عنا وتركوا الشعب الفلسطيني بينذبح وهم بيتفرجوا عليه مع كل اسف. نعم. وهذا مؤلم جدا وهذا خلانا نفقد الامل في الامه العربيه بس بضل في عندنا امل يا عمي في الرجوع وفي عندنا امل انه نفقد الامل احنا نعم. الامل طبعا الله قال نعم. ولا تقنطوا من رحمه الله سياتي يوم احنا نحقق ادابنا ان شاء الله ان شاء الله ما دام في عندنا تصميم لن نموت ولن يموت حق ولن تموت حقوقنا مهما كلف الامر نعم عمي انا في نهايه هذا اللقاء بشكرك على هاي الصراحه وهذا نعم. الكلام الواضح اللي جاوبتنا عليه بالكامل وبنتمنى لك طولة العمر وبنتمنى لك العودة إن شاء الله لتينا لبلدك فلسطين الله كريم ويسلم لسانك وشكرا كثير العفو العفو حياك الله